مباشرة بالانتقال إلى نابلس وزميلة ريما العملة. صباح الخير لك ريما، المتواجدة حاليا عند بوابة نابلس الشرقية تاريخيا كما أطلقت عليها. صباح الخير ريما. أكيد يسعد صباحكم علاء وفرح، وصباح الأصالة والعراقة والآثار والتاريخ العريق لهذا البلد العريق لفلسطين. من نابلس وتحديدا أنا موجودة في أروقة جامع ومقام رجال العمود، أحد أهم المقامات الموجودة في نابلس، وهو بل هو الأهم في من ناحية المقامات للعمر التاريخي أو للحكاية التاريخية، وأيضا من الناحية العمرانية. رح نتعرف معكم على هذا المقام وأهميته وقصته أكيد مع ضيفنا السيد عبد الرحيم حمران المختص في الآثار والباحث في الآثار. بداية يسعد صباحك معنا أخي عبد. صباح الخير لكم، صباح الخير لتلفزيون فلسطين ولا فلسطين. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم إحنا في حضرة هذا المقام، هذا المقام حقيقة اللي بيدخله بيشوف كثير من المعالم التاريخية الرائعة الحاضرة في المكان. بداية شو قصة هذا المقام ولماذا سمي برجال العمود؟ يعني مش رجال، رجال العمود إحنا بنحكي. نعم صحيح، لكن أفضل أن أبدأ بالتعريف بالمكان. المكان نحن طبعا في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس الحالية، نبعد عن مركز مدينة عن المدينة حوالي كيلو ونص فقط إلى الشرق، في منطقة تسمى خلة العمود. حتى أنا خلة العمود أخذت اسمها بالنسبة لتيمنا بهذا الشخص الديني التاريخي. الخلة طبعا كما نعلم هي عبارة عن تجويف في الجبل بشكل غير نافذ. كانت هذه المنطقة تحمل ذاكرة تاريخية واسعة جدا لمدينة نابلس، كانت تشكل هي البوابة الشرقية للمدينة على مر التاريخ، ابتداء منذ تأسيس المدينة في العهد الروماني في عام 73 ميلادي. كانت هنا حاضرة البوابة الجميلة لمدينة نابلس، وهي البوابة التذكارية التي جرت المدن الرومانية على إقامتها. في بعض الأحيان كانت تسمى بوابة النصر، وهي تحتوي على زخارف ونقوش وأعمدة جميلة جدا. من هذه البوابة كان أيضا يتم الصعود إلى الجبل المقابل وهو تل الراس. كان هنالك ما يسمى الأكروبوليس أو القلعة التي كانت تضم أهم المباني الرومانية ولا تزال، وهو معبد جوبيتر. ومعبد جوبيتر هو كبير الآلهة عند الرومان. كانت يربط هذا المكان بالمعبد درج حجري صاعد يصل إلى 1500 درجة حجرية. لا يزال هذا الموقع حاضرا للآن، ولكن للأسف الشديد وكعادته فأن الاحتلال استولى على هذا الموقع وحوله إلى سكنة عسكرية منذ عام 2002. أضيف أنه في الفترة الصليبية وفترة الاحتلال الصليبي لمدينة نابلس لعبت هذه، وتحديدا في حرب التحرير، لعبت هذه المنطقة دورا هاما وأساسيا في طرد الصليبيين من مدينة نابلس، حيث كان القائد صلاح الدين يتخذ مع قواته مركز للقيادة والمعسكر في قلعة صلاح الدين الموجودة حاليا في أعالي جبل جرزيم بالقرب من كنيسة مريم العذراء، وتبقى منها مقام يعرف بمقام الشيخ غانم ليس بعيدا من هنا، هو موجود على قمة هذا الجبل. نعم، ومن هنا كانت تتم عملية المحاولات لطرد الصليبيين الذين اتخذوا من مدينة نابلس معقل رئيسي وشوهوا المدينة وحولوها إلى مدينة صليبية. لذلك فقد استمات الصليبيون في الدفاع عن هذه المدينة، ولم ييأس القوات الإسلامية في الدفاع عن المدينة وطرد الصليبيين، ودفعوا لذلك ثمنا باهظا جدا في هذه المنطقة. كانت هي منطقة الشهداء في حرب التحرير من الصليبيين، يقدر القادة الذين سقطوا شهداء في الدفاع عن هذه في هذه المنطقة بحوالي 40 قائدا مدفونين في محيط هذه المنطقة. طبعا كان أهمهم وقائدهم هو صاحب المقام رجال العمود المعروف بمحمد النور، محمد عمود النور العمودي، وثل وأبنائه كانوا أيضا معه. استطاعوا من خلال هذه الهجمات المتتابعة السيطرة على المدينة وطرد الصليبيين. لذلك بقيت الذاكرة حية لدى المجتمع الإسلامي
إلى حتى لحظات أو فترة ما قبل عام 67، حيث كان يحرص أي شخص يدخل هذه المنطقة على أن يخلع حذائه من أجل طهارة هؤلاء الشهداء لعدم المساس بهم. من الناحية العمرانية طبعا المكان يتألف من مجمع من الغرف المبنية على الطراز المملوكي التي في معظمها تحمل قباب جميلة جدا، ومن ذلك تمثل ذلك العصر، ويوجد عدة عدد من النقوش التي تؤرخ للشيخ وأبنائه، وأيضا تؤرخ لهذا المكان ولأهمية هذا المكان. كان يتكون من عدة قاعات، منها قاعات للذكر، ومنها قاعات أيضا لاحقا أصبحت تمثل لقاء للحركات الصوفية من معظم بلاد الشام، كانوا يلتقون هنا، وكانت تقام أيضا صلوات الاستسقاء، وأيضا بالإضافة لذلك تقام النذور من أجل حاجات دنيوية، من أجل الاستشفاء أو من أجل الخلفة أو من أجل الذكور أو من أجل، على سبيل المثال هذا أهم هذه النقوش الذي يؤرخ لصاحب المقام الشيخ محمد عمود النور، على أنه طبعا هو النقش موجود في أعلى المحراب، وهي عادة المحراب تكون محراب القبلة، وهي المكان المخصص لحلقات الذكر، وعادة ما تكون مختلفة لعدد من العلماء، في كل غرفة يوجد حلقة، وعادة ما كانوا يسموها تيمنا بأحد الصالحين أو أحد الأنبياء. فهناك غرفة الحضرة، وهناك غرف عديدة، غرفة شيت، وغرف مختلفة، ولكنها في مجملها هي تحمل أسماء رمزية. طبعا فاتني أن أذكر أنه يوجد هنا ثلاثة أضرحة. هذا اللي بدي أسألك، هي لمين هاي الأضرحة الموجودة؟ صاحب الضريح الأول هو صاحب المقام، وكما نلاحظ فإنه يحمل العمامة المعتمدة في الفترة المملوكية على أنه رجل دين، ولكن إضافة إلى رجل الدين فقد هو كان إمام مجاهد أيضا مع من قادة صلاح الدين، وهي نعلم أن حرب التحرير من الصليبيين كانت حرب مقدسة، لأن الصليبيين حاولوا تغيير معالم الإسلام وتغيير معالم الدين باسم الدين للسيطرة، لذلك أصبحت حرب مقدسة، وكان للدور علماء الدين دور بارز في تعبئة المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت من أجل طرد الصليبيين من البلاد. الموجودين هون؟ نعم، هذا هو الموجودين، هم اثنان من أبنائه، هو كان له ثلاثة أبناء، اثنان أقاموا في هذا المكان وأقاموا عليه وكانوا يعني يقومون بخدمة الموقع، ثالث أبناؤه سافر إلى الديار الحجازية إلى مكة المكرمة وأقام فيها ودفن فيها. أهمية المنطقة استمرت لاحقا، حيث أقيم الحي حاليا يسمى حي العمود أو ضاحية العمود بعد عام 1927 إثر زلزال 27، حتى أنه كان سمي أولا بالمنكوبين. يمكن كثير هذا المكان بيحتاج إلى سرد طويل، والحكاية جدا تحتاج إلى ذكر التفاصيل، لكن كانت هي إضاءة سريعة عبر برنامجنا الصباحي فلسطين هذا الصباح. إذا مشاهدينا، كنا معكم من مقام وجامع رجال العمود والعمر التاريخي وهذه الأثار العمرانية من مدينة نابلس، وأكيد إن شاء الله بتكونوا استمتعتوا معنا في هذا المكان، ندعوكم لزيارته وعودة أخرى إلى استوديوهاتنا. فرم الله إليكم وفرح، وعلى إلى اللقاء. شكرا لك ريما، يسعد صباحك على هاي النافذة الجميلة بعراقة نابلس.